العميد ثروت سويم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره له تصريح النهارده في احدى الاذاعات، ونقل عنه هذا التصريح في كل المواقع. بيقول العميد ثروت سويلم ان اتحاد الكوره ايوه هو اللي دفع ال 300 الف دولار الغرامه المستحقه على نادي الزمالك علشان يعفيه من عقوبه الفيفا بشان كريم الحسن. هنا في ثلاث اربع نقاط يا باشمهندس، عايز تعلق او طلع ثلاث اربع روايات؟ لا هي نقاط، لان في اكثر من روايه. طيب يعني هي ابتدت من 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 10 ايام او اسبوع صوره تسربت لجلسه تجمع بين الوزير اشرف صبحي مع المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري مع المدير التنفيذي الاستاذ ثروت سويلم، وقيل وقتها ان الوزير بصدد ان هو يدعم او يسدد مبلغ الزمالك. طبعا احنا اثرنا هذا الموضوع وقلنا له والله يا ريت حرصك ده انك تمده لكل الانديه وكل اللي عنده ازمه تحلها له. تمام. فهو استدرك ان هو لو دخل كوزاره فطلع بيان ثاني يوم ينفي هذا الكلام. ولكن بسيناريو جديد برضو العمليه كانت بتطبخ بطريقه مختلفه. لان يتبان ان الاتحاد هو اللي بيدفع. الاتحاد هو اللي بيدفع، سبق ان الزمالك قال له وده حق الزمالك، ليك ليه عندك فلوس ادفع لي منها، قال له لا مالكش عندي حاجه لان انا ما قبضتش حاجه. النهارده تكتشف ان روايتين، روايه تقول المهندس هاني ابو ريده دفعهم من جيبه الخاص لحين الزمالك ما سددهم، وهنا يبقى راجل زملكاوي بيدعم نادي بيحبه، ملناش دعوه لو كان دفعهم من جيبه الخاص، بس هنقول له يعني يا ريتك كده شوف كل تمل علينا الاخر بقى. اتفضل. ما انا عايز اكمل السيناريو وانت هتكمل لي الحقيقه. اتفضل. السيناريو الاخير ان لا دفع من اتحاد الكوره. طب اتحاد الكوره قال انا ما جاليش فلوس، احتمالين. احتمال الاولاني ان يكون عنده فلوس للانديه وما بيقولش عشان ما يفتحش على نفسه فتوحه، واحتمال ان يكون الوزاره قالت له ادفع وانا هديك. يبقى هنا الليله اتكملت والحلقات اتربطت. انت جبت من الاخر. بس. كلام قبل كده كان متاح، ولما اتكلمنا وقلنا الوزاره كحكومه يفترض ان هي ما تكونش معنيه برعايه الغلط. ايا كان هذا الخطا حاصل فين وايا كان مصدره مين، ولما الوزاره تبقى معنيه بالتفتيش المالي والاداري على الانديه والاتحادات نسقف للوزير ونقول له النادي الاهلي هو اللي طلب التفتيش على اعماله، وده لازم أن يكون موجود، وتفعيل الدور الرقابي في هذا المجتمع مساله مهمه جدا ولازم كلنا نطالب بيها، وهنسقف لك لما تفعل الدور الرقابي على الكل واولهم النادي الاهلي، لانه ما دام في حرص على التوجه السليم لازم كلنا نحيي هذا التوجه الايجابي. لكن لما يكون الوزاره معنيه بجهود واضحه جدا برعايه وعنايه الخطا ومحاوله مساندته لازم نقف لحمايه المجتمع، مش لحمايه النادي الاهلي، لحمايه المجتمع الرياضي. لانه أنا ما بدفعش لمجلس حصل عنده لا قدر الله زلزال أو ظرف قهري. أنا بدفع أسدد أخطاء أفراد في تجاوز القانون. ودي مشكلة كبيرة جدا. بدفع أسدد أموال عن ناس أهدرت حقوق أطراف. بدفع أسدد فلوس لجهات دولية سجلت عليا ملاحظة سلبية إن أنا اغتصبت حقوق أو إن أنا أهدرت أموال لناس مستحقة. كل ده كان موجود. معلوماتي اتحاد الكوره ما كانش هيدفع لغايه الزياره اللي تمت اللي حضراتكم شايفينها في الصوره، المهندس هاني ابو ريده والعميد ثروت سويلم استقبلهم الدكتور اشرف صبحي. مهدي الدكتور اشرف صبحي يا ابراهيم، دي والله والله قديمه، والله دي اللي علقنا عليها. ما هي الزياره دي من 3 ايام، وهو انكر، وهو انكر الدكتور اشرف من اسبوع بالظبط، بعد ثاني يوم من الصوره دي لما نشرناها قال لا ما حصلش. طيب طلع انه حصل، طلع انه حصل وطلعت ان الصوره صحيحه. هي المهم فين يا باشمهندس؟ انا كاتحاد كوره قلت ان انا عندي اموال جت من الاتحاد الدولي مستحقات للانديه عن مشاركه لاعبتها في كاس العالم. ما عندكش. قال لا استنى، قال الكلام ده امتى؟ بعد الزياره النهارده يعني. النهارده العميد ثروت سويلم قال وش النهارده، ما تقوليش بعد الزياره، ما تكلمش على الزياره لان الزياره دي هي المطبخ.
تمام. اللي قعدوا بعد كده قالوا السيناريوهات المختلفة. تمام. لكن يوميها اتفقوا، بس الإخراج تم النهاردة. هو عنده فلوس جات له النهاردة؟ لأن هي هتاخدنا على حاجة مهمة جدا. بص، اتحاد الكرة عنده فلوس، عنده فلوس في خزنته هو. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. مش لا مش بتاعتنا. أنت عارف سبب؟ مش بتاعت الأندية. فلوس الأندية عن كأس العالم لم تصل حتى الآن.